طيب بن زيتون، عمري 26 سنة، تكونت في النادي الرياضي بنزرتي، تعديت باللي كاتيجوري الكل من ليكول حتى للي سبور، من بعد طلعت سينيور. كورت أول ماتش ذالي كونتر الاسبيرانس في راتس، لعبت فيه شوية، من بعد عاودت رجعت سبور، من بعد من غادي مشيت بريل منزل بورقيبة، كورت عامين في منزل بورقيبة، ومن بعد عاودت رجعت للسي بي كورت عام. بعد صارت مشكلة، صارت غلطة، نحب نقول صارت غلطة تنحكيو عليها، من بعد وقفت فيها عام، بعد عاودت رجعت كورت في السي بي عام آخر، بعد عاودت عاقبت عام آخر على نفس الحكاية، من عام وليت 6 شهور. بعد مشيت 6 شهور في البحرين مع إيكيب في الديفزيون آن بتاع البحرين، عديت 6 شهور غديكة، ومن بعد سنة رجعت للسي بي. لا لا 2015-2016 فكر عمري 17 سنة، ظهر لي أول ماتش مع الاسبيرانس في راتس هذاك، أي من الأول بوست متاعي أكسيالة، أي من الليجون نلعب أكسيالة، أما في الليجون لعبت شوية كلي أتاكون، ساعات كلي في الأخر، ساعات ماتش نلعب كور وأتاكون، فهمت؟ يعني نبداو خاسرين ولا حاجه، الانترينور يخير باش يحطني اتاكون، فهمتني؟ يقول لي يا بتطلع القدام، تفكر سي وليد بن ثابت ظهر لي مره، قعدت على البنك وانا صغير خاسرين مع ستاد تونسيان في بنزرت، هبطني اتاكون، كنا خاسرين واحد بلاش، ربحنا 2-1، ماركيت انا بونتو وصاحبي بونتو. بعد قعدت في جونيور لعبت 3 ماتشات اخرين مع اتاكون، بعد رجعت البوست نتاعي، فهمتني؟ اي كانوا شوفوا يعني فما ديجا في منزل بورقيبه لعبت، ولعبت برشا تاكو مع سي سامي قفصي، لعبت 4 ولا 5 ماتشات، كنت ماركيت في 3 ماتشات، وهو ما جبت فيه بيلانتي، تفكر والله الانترينور يعني انت بون. انا ما كنتش مكاور وقتها، ما كنتش في الافكتيف، يعني كنت بعيد شويه على الافكتيف، اما نترينا مع الجروب. الانترينور ما نعرفش يعني كيفاش شاف الانترينمون وكل شيء، قال لي تلعب اتاكون، قلت له نلعب اتاكون، ديت هكاك طلعت نكور اتاكون في الانترينمون، يا اخي شيخ عليها الفوزه، فهمتني؟ ومن وقتها مشيت لعبت ماتش اميكال مع باجا، هبط دوزيام ميتون، ماركيت بونتو، بعد لعبت مع لعبنا ماتش اميكال اخر مع سفيقس، عملت 20 مينوت باين في الاخر، هبطني عملت 20 مينوت باين، وقال لي راك سي بون باش تولي تلعب اتاكون، باش نعمل عليك تويكا. بعد جاء ماتش المتلاوي هذاك، لا جاء ماتش تطاوين، في تطاوين استغفر الله يا ربي، اللي ربحنا فيه 2-1، لعبت اتاكون، عملت ماتش بي، جبت بيلانتي، بعد ماتش المتلاوي ماركيت فيه 2 بونتو، كاو حاسيلو بديت هكاك الحكايه، واللي شديت البلاصه هذيك الحمد لله، واحد يخدم على روحه يعني، واحد موش حاططها اوبجيكتيف ولا حاجه، حل الاوبجيكتيف الاول نتاعو ديما باش يعاون ليكيب نتاعو، باش يخدم على روحو، باش يحاول يتحسن، فهمتني؟ اكيد تعاونك، تعاونك برشا، خاطر انت تعرف يعني براتيكمون نحن في تونس نيفو ما يبعدش برشا على بعض، كلنا نلعبوا كيف كيف، كلنا نتصرفوا كيف كيف، كلنا عنا نفس السنه، يعني فما دي سيتياسيون تعرف شنو هي الاكسيال كيفاش باش تتصرف فيهم، يعني عاونتني الحقيقه، عاونتني الحكايه هذه بالكدا. والله تو في الوقت الحالي قاعد نلعب اتاكون فرحان، وقاعد نعطي في البلوس ونعاون في جمعيتي بالكدا، من بعد ما نعرف شنو نجم يصير. والله ما نكذبش عليك، راهو ماك تعرف راهو في البلاي اوت هذايا والبلاي اوف، يعني براتيكمون ما فماش كيب مرتاحه وكيب مش مرتاحه، راهو فما 2 ماتشات يرجعوك لوطه بالكل، وزوز ماتشات يطلعوك يبعدوك، فهمتني؟ يعني ما انا نظن مازال ما تلعب شيء لتويكا، راهو مازلت حتى كيب ما منعت، مازلت برشا كوره باش نخدموا على رواحنا، صحيح توا مرتاحين اكثر من ليكيبات الاخرين متكلاسين الاولى، باش نخدموا مرتاحين اكثر، اما من بعد كي باش نرجعوا باش نعملوا كل شيء باش نرتاحوا على بكري. انا دي جون ما شاء الله عليهم قاعدين يوريوا اللي هما عندهم برشا كاليتي، وعندهم مستقبل كبير قدامهم، فهمتني؟ سورتو اللي هما بالحق يخدموا بالكدا بالكدا بالكدا، وتحسهم يحبوا يعني يتعلموا ويسمعوا لي كونسيني الكل، وقاعدين تحس فما ايكيب فيها دي جون يحبوا يقدموا قدام برشا. والله ما نكذبش عليك يعني، علاش ليه؟ اما هذا يعتمد انت كما نقولوا على عباد كيفاش تتصرف، لازم الناس الكل تقرب لبعضها والناس الكل تعاون بعضها، خاطر بالحق كما قلت انت توا مستقبل السيابين نرى فيه باش يكون حاجه كبيره على الاخر، يعني جوست يوفروا لهم الظروف وكاو. لا انا ما طلعتش معاهم، اما خلطت عليه يعني،
الجينيراسيون هذيك خلطت عليها، خلطت على جوهرات منها قبل ما يخرجوا الكل، طلعت مع جوهرات منها. نحب نفسر لك اللي يعني فما برشا دي ريكروتمون، يعني ماهمش يعني ماهمش برشا ولاد جمعيه ولا ولاد صغار، يعني عندنا برشا دي ريكروتمون، اما عندنا افكتيف باهي وقت طويك اللي في السيابي موجود كلهم ولاد صغار، يعني كلهم ولاد صغار وبراتيكمون 19 سنه و 18 سنه و 20 سنه وقاعدين يعملوا في مردود كبير برشا، يعني ياك تشوف فيهم يعني يعملوا في ماتشات كبار برشا. بصراحه انا نظن مع الماتشات هذوما ومع الاكسبيريونس اللي توا باش يتعلموها من الاطراح هذوما باش اللي باش تعاونهم برشا، يعني سورتو قدام راهو ينجموا يفتقوا الدنيا هذوما اللي جون هذوما توا اللي موجودين في سي ا بي، كان يلقاو اللي حتى لازمه راهم بالرسمي باش يفتقوا الدنيا. والله هو لونترينور يعني ملي جا قال لهم انا راهو باش نخدم معاكم، مش باش نخدم معاكم جوست كلي يعني جيت ونخدم وباش نروح على روحي، نحبكم تتطوروا، يعني نحبكم الكلكم خاطر قدامهم مارج دو بروغريسيون كبيره برشا، فهمتني؟ وكان عارف الحكايه هذيا ويعني يظهر الفرق ديجا حتى من خدمته، ظهر الفرق اللي تحس جوالات قاعده تتطور ومازال باش تتطور اكثر، فهمتني؟ حسيلو ان شاء الله ربي معاهم وكاو بالحق، ما عندي ما نقول اكثر من هكا. لا لا هو صعيب وقت اللي يلزم وفادليك وقت اللي يلزم عادي، يعني ديما فما الضحك تفادليك ووقت الخدمه خدمه، وقت فادليك تفادليك وهذيك هي. المهم ما نكذبش عليك فماش راه واحد ما يتعداش بريود صعيب، المهم اللي واحد يعاود يرجع ويقف خاطر في الاخر كل شيء راهو يتعدى، فهمتني؟ كيما تنجم اليوم تبدا الفوق بالكل غدوه لوطه بالكل ولا العكس، لازم واحد ديما ما يسلمش ديما يخدم ويامن بربي سبحانه وكا يعني اللي تعديت به هنا ما نكذبش عليك فما برشا صعوبات صحيح، اما الحمد لله الحمد لله تعديناهم وكا. والله صحيح وقت عرفت روحي لأن مانيش باش نكور، يعني ما شاء الله وقتها نتفكر يعني نتفكر سامي سامي وقتها في اللاكس وقتها معانا والافكتيف قوي برشا، ما نحبش نسمي باش ما ننسى حد، ما والله برشا سيف الله وقتها ظهر لي سيف الله وخالد العماني ايمن درويش مهدي رصايسي صديق برشا 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 اسامي، فهمتني؟ يعني عرفت روحي انا طفل صغير مش باش نكور وقت، اخترت لي نمشي المنزل بورقيبه باش نحاول نربح اكسبيريونس ونربح ماتشات في ساقيه، فهمت؟ وكانوا زوز مواسم ناجحين، بلاد باهيه محليها برشا نحبهم برشا بالحق، مريت منهم كان الخير، نحب نشكرهم وان شاء الله يرجعوا للبلاصه نتاعهم في اقرب وقت. صحيح طلعت برشا جوهرات كبار، رياض البوعزيزي ديجا مشى للمنتخب كان لاعب في المنزل بورقيبه، والله عندي 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 خويا همريانو وائل خويا وصاحبي هذاك رابير منزل بورقيبة، سينو هو بركة اللي قعدت أنا وياه اون كونتاكت تويك فما كان هذاك، وأنا والله ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر تقلقني على الآخر الحكاية، أما صارت غلطة وكا وقعدت على البنك وأنا مضروب ديجا عندي وقتها ساغي مقلقتني، عملوا لي زريقة جيس باش تفش مفيخ وكل شيء، أخي بالزهر جا اسمي في الدوباج حسن من قبل البارتي صارت الحكاية هذيا، بعد جا اسمي في الدوباج. كاو تعاقبت عام على اساس اللي الغلطه مش مني انا وكل شيء، مشي عام خساره هكاك، بعد رجعت عاودت كورت عام كامل في السيابة، كملت العام الكل عملت عام بي على الاخر زادة، عملت سيزون كبيره برشا بصراحه، انت احسن سيزون عديتها في السيابة هذيك، بعد نقل روحي عاودت توقفت على نفس الحكايه خلا خاطر ما نعرفش شنو هي الحكايه قانونيه، فهمتني؟ ما نحبش ندخل في القانون، انا عاودت توقفت على نفس الحكايه هي بيدا مره اخرى. هاي مواد محظورة الزريقة هذه فيها يمكن مواد محظورة ولا نسيت بالضبط شنية الحكاية بالضبط، أما الزريقة هذي قالت لي ماهيش برودوي دوبي برودوي ماسكي ولا فاز هكا حاسيلو حاجة هكا، كلفتني عام ونص من الكاريري، أما الحمد لله واحد تعدى ذي كل توا ورجع وقف على ساقي مرة أخرى. والله باش نكذب عليك نقول لك أيست ما أيستش، اما كنت كل يوم نقول وقتاش تعدى النهار هذايا وقتاش تعدى النهار نتاع غد وقتاش يوفى العام وقتاش يوفى الشهر هذايا، لقيت عباد يعني اللي وقفت معايا وقعدت ديما تصبر فيا كيما نقولوا احنا وهاو فيا ودرا شنو، وفما عباد وقفت معايا باش قعدت نترينا في انترينيت مع السي بي انا وقتها عند سي سامي القفسي وقت اللي انا ما نجمش نترينا ترينيت مع الاف سي بي، نحب نشكرهم بالمناسبة هذوما الكل خلوني عندها نترينا معاهم مش قاعد شاد الفورمة بتاعي نترينا وحدي بعد وفات العقوبة ورجعت، فهمتني؟ أما عادي عادي ما كا
كانت مرحلة صعبة على الأخرة ما عادي بعد تتعدى يقعد كان كلام. والله بالنسبة لي أنا العبد اللي يسلم حتى باش تمشي في دومين آخر راك ماكش بتنجح. أي حاجة باش تتبعها ماكش بتنجح. عندك حاجة تحبها ولا حاجة تحب توصل فيها يتحارب عليها يا ماكش باش تكون يعني ماكش باش تكون قدها فهمتني. أما باش تمشي أنا نظن عبد مثلا متربي ملي صغير في الكورة ويحب الكورة وتصير له مشكلة تقول لا سي بون نكرت الكورة من حياتي راهو باش تمشي لدومين آخر صعيب كان باش تنجح. ما لازمش تسلم بالسهل بالرجولة يلزم تكبش للأخ. والله توفيق والله هذا الكل توفيق ما عند ربي والله. واحد يخدم على روحه ويحاول بالحق. أنا كي كورت عند تاكون نتفكر وقت حكيت مع الرئيس وحكيت مع الانترينور قالوا لي راهو قلت لهم راهو بصراحة راهو في جمعية أخرى ما نظنش يعني. والعباد اللي تفهم شوية في الكورة يعرفوا لي واحد خذ ريسك راهو ماهيش سهلة فهمتني. واحد عمل الاسم كطونكو اكسيال يلقى روحه باش يكور اتاكون ماهيش سهلة فهمتني. قلت له راهو انا باش ناخذ ريسك على خاطر جمعيتي وباش نعاون جمعيتي باللي نجم راهو باش نعاون باللي نجم فهمتني. قلت له راه حتى في جمعية أخرى كان يحطوني اتاكون راني ما نكورش وقتها يعني. بالرسمي كنت كونتر الفكرة ما قلت له على خاطر جمعيتي ما يسالش نكور لهنا وما فما حتى مشكل. كورت اتاكون بالحق بنيت لي باش نعاون صحابي وبنيت لي باش نعاون صحابي ونحاولوا نتعادوا المرحلة الصعيبة هذيك. يا أخي ربي سبحانه مشيت الكورة مع الانترينور ديما عطيني دي كونسين نحاول ديما باش نطبقهم نحاول ديما كي تلقاني ديما مركز معاه حتى مع كي بدا يخدم على تاكونات الآخرين نبدا أنا مركز معاه كل حاجة يقول أنا مركز معاك. والله علاش ليه راهو في أي بوست في أي بوست آخر وأي إنسان كي يحب ينجح راهو ينجح. تخدم على روحك راك تنجح. تخدم وتعطي من وقتك وتعطي من الكونسنتراسيون بتاعك وتحب تخلط الحاجه راك تخلط لها. والله يا زلاتان ما نعرفش ما يمكن على كوت سيزو اللي ماركيته هذاك فما تكون يعجبني خاطر نتفرج فيه برشا والله حتى اسمه ما نعرفوش. هذا نتاع سبورتينغ لشبونه ما نعرفش لا تكون شعر اصفر اسمه والله ما نعرفوش اما بالرسمي يعجبني على الاخر تكون قوي برشا تحسوا كومباتيف كي ديما يحارب على كورتو ويماركي برشا وديما يلعب في صحابه ديما نتفرج فيه حسي كل جمعه نتفرج في لشبونه كل جمعه ديما مركز معاه. هاي نحب سبورتينغ لشبونه بعد البرسا جي سبورتينغ لشبونه هاي نتبعها من قبل تعجبني كيف. والله كان عندي مريول وانا صغير فهمتني تاع سبورتينغ لشبونه في الدار وقعدت ديما نسال شنو هي المريول هذا ديما نكور بيه في الحومه وانا صغير. بعد بديت هذيك سبورتينغ لشبونه بديت نسمع بها بديت نعرفها ساعات نشوفها تاو بريود الاخرى ديما نتبعها مشيت صحيح. والله علاش ليه الناس الكل تحب تمشي للمنتخب التونسي انت كان الناخب الوطني انت بشيرا لي انا نستحق تا عيط لي وحاجه باش تفرحني على الاخر يعني تا حاجه يتمناها كل تونسي دار سينو كان زاد ما جاتش واحد مش باش يقف باش يكمل يخدم على روحه باش تقعد اوبجيكتيف هذيك راهو خاطر اي جوار في تونس ديما عنده اوبجيكتيف اللي لازمو يكور في ليكيب ناسيونال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجي في اي بوست كسوا اتاكون ولا ديفونسور واحد ديما يخدم على روحه. اي انا تعديت انا قلت لك تعديت باللي كاتيجوري الكل في ليكيب ناسيونال ان شاء الله نكملوها بالسينيور. والله جمهور سي بي انت مش لغه ولا حاجه انا واحد منهم يعني تربيت غادي دارنا بحذا تيران انا واحد من الجمهور بالحق حاس بالجمهور شنو يخمم شنو يحس يستحقوا فرحه ويستحقوا تيتر اما راهو هذا بالحق راهو ما يجيش بالسهل لازم الناس الكل تخدم والناس الكل لازمها تكون يد واحده ان شاء الله انت نفرحوهم بتيتر ان شاء الله سنين نمشيو في الكوب و ان شاء الله يكون الكوب في بنزرت على شليب ليكيب اللي عندنا سينو ان شاء الله يفرحوا على قريب بتيتر ولا خاطر يستاهلوا بالحق.